فرهاد ما خلصت لسه؟ فرهاد خلصنا بقى، دير بالك تهرب وما تقبل تشتري هذا الطقم. يلا سمعني صوتك. رح افتح الباب. كنت خايفة تهرب. لوين بدي اهرب؟ قلت بجوز ما تقبل انك تلبس طقم رسمي. على فكرة القميص حلو كتير. طيب رح يغمى علي هلأ. أنت حلو كتير، ما عم بتحمل بشو. مشان تعرفي يا مدام. روح. يا طقم رسمي وبابيون، شو عملتي فيني يا أصلي؟ جلسوم تفضلي. المرحلة الصعبة خلصت يا جلسوم. أنت كنتي أكتر وحدة قوية بالعيلة، حاولتي أنه تتعاملي مع الكل منيح. بالأصل أنت اللي أنقذتي العيلة اللي ما كنت مآمن فيها. ما كنت عاملك كأخت، ما كنت أعرف كيف حبك. دايما أنا كنت خوفك. بس بدي تسمحي لي هلأ أني يكون عن جد أخوكي. شوفي هالمرة ما رح أرفع صوتي، لأنه هدفي إني أحميكي. ممكن ما؟ ممكن أخي. أخي أخي شو وينك أنت؟ أوهو على طول بتنسى الأخ الوسطاني. تعال بلا حكي فاضي، تعال تعالوا يا أخواتي بحبكم، تعالوا تعالوا يا أخواتي الحبايب. أوه كتير لابت لك البدلة. شو عم تحكي أنت؟ أصلي بدها تبهدلني. قال بابيون قال ايه صح، حتى سونا اصرت انه حطها الجرافيك. شوف شو عملوا فينا. انت نص مصيبه، طبيعي انه تلبس هيك. يعني حلوه هيك؟ ايه حلوه. ممتاز. ايه يعني هلا ما بقى حدا من العيله بده يتزوج لسه؟ لا إيه لسه أزجور حفله طهوره قصدي. شوفوا رح احكي مع سونا لنرتب القصه. طولي بالك لساته صغير، بكره منطهره هو ومارت. بدكن تسموا الولد مارت لكان. أصلي بدها هذا الاسم، بس بتعرفي أنا الأب ورح نقي شي اسم على كيفي. يا سلام، مارت أصلاً اسم ظريف كتير وحلو. اسم مبدئي ما قررت لسه. خلاص أخي بكفيك يا عناد، متأكدة إنك حابب اسم مارت. أحياناً لازم نساير مشان ما نعمل مشاكل. يلا عن إذنك رح أنطرك تحت. إيه طيب ما بتأخر. جيب العروس وتعال. لساتهم صغار.